ضمن برنامج قادر لتنمية قدرات إعلامي المجلس الانتقالي والنشطاء المستقلين، بدأت بعاصمة محافظة المهرة الغيضة دورة تدريبية في مجال مهارات الصحافة الإلكترونية والوسائط المتعددة، بمشاركة أكثر من 30 إعلاميا وناشطا من مختلف مديريات المحافظة. حقيقة نحن سعداء اليوم بتدشين هذه الدورة التدريبية ضمن برنامج قادر لتنمية إعلامي وناشطي المحافظة في محافظة المهرة. طبعا تأتي هذه الدورة يمكن لأول مرة، ودورة نوعية بحضور مدربين مميزين على مستوى الجنوب. نتمنى من هذه الدورة الاستفادة من قبل الناشطين والمشاركين في هذه الدورة. نتمنى خلال المرحلة القادمة مزيدا من مثل هذه الدورات النوعية. الدورة التي تستمر على مدى 4 أيام تهدف إلى تأهيل وصقل مهارات وقدرات المشاركين في إعداد ونشر المحتوى الإعلامي على المنصات الإلكترونية والوسائط المتعددة، وإبراز رؤية وأهداف المجلس الانتقالي وقضايا وتطلعات أبناء المهرة. تواجدنا اليوم في مديرية الغيضة بالدورة الإلكترونية المتعددة بمحافظة الغيضة، وبتواجد ما شاء الله شباب كثير وبنات وناشطين إعلاميين ومتدربين، استفدنا منهم كثير، وإن شاء الله في تطور بعد أيام، وبعد في يعني الحمد لله، وإن شاء الله قادم أجمل. لذلك نحن نتقدم بجزيل الشكر لكل من ساهم في هذه الدورة من ناحية القيادة المحلية والدعم من فخامة الرئيس، وكذلك من المتدربين الذين أتونا من محافظة حضرموت، ونشكرهم. وكذلك نتمنى أن تكون هذه النتائج والمخرجات لها فائدة كبيرة جدا على المستوى المحافظة، وتخدم القضية الجنوبية وبشكل عام مجال الإعلام في محافظة المهرة. القيادة المحلية للمجلس الانتقالي بالمهرة تولي اهتماما لإطلاق سلسلة من هذه البرامج التدريبية بهدف تكوين جيل جديد من الإعلاميين المؤهلين والقادرين على نشر رسالة شعب الجنوب وتطوير خبراتهم في مجالات الإعلام المختلفة. محمد بحفين، الغد المشرف، من محافظة المهرة.